كما يسرني في هذا اللقاء الماتع المبارك أن أشيد بالجهود التي تبذلها الدولة رعاها الله والدعم اللامحدود الذي تجده الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إعداد وتنفيذ خططها في موسم حج هذا العام، مركزة على رؤية المملكة العربية السعودية وأيضا رسالتها، ومحققة جملة من الأهداف العظيمة وكذلك البرامج العملية والآليات التنفيذية، مستثمرة اتقانة ولله الحمد والمنة، وأيضا الرسالة الإعلامية عن بعد في إيصال رسالة الحرمين الشريفين، وأيضا استثمار مواقع التواصل في نشر هذا الخير من رحاب الحرمين الشريفين. وهناك الحقيقة بشرى عظيمة قدمتها المملكة العربية السعودية في حج هذا العام، وهو الموافقة السامية على مضاعفة أعداد اللغات التي تترجم فيها خطبة عرفة من 5 لغات إلى 10 لغات عالمية ولله الحمد والمنة، بما فيها اللغة الصينية التي ستخاطب شريحة كبيرة من المسلمين وغير المسلمين من خلال هذه الخطبة الجامعة العظيمة، وهي خطبة يوم عرفة. كذلك الترجمة ولله الحمد والمنة في خطبة عرفة من خلال القناة الأولى السعودية ومن قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتوسيع رقعة والمساحة الاستيعابية، الطاقة الاستيعابية للمتابعين من 2 مليون مسلم ومشارك العام الماضي إلى 50 مليون هذا العام وإلى 100 مليون، وإن شاء الله يضاعف العدد واللغات في الأعوام القادمة. وهذا الحقيقة من حسنات هذه الدولة المباركة التي تبوأت العالمية والإنسانية من خلال خدمتها للحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن. وديننا دين الخير والأمن والسلم والوسطية والاعتدال، والصورة المشرقة التي من خلال رسالة الحج ننقلها إلى العالم أجمع لنقول له هذا ديننا وهذه مفاهيمنا وهذه شريعتنا، والمسلمون في كل زمان ومكان لم يكونوا يوما من الأيام إلا دعاة خير وأمن وسلام، لا يعرفون العنف والإرهاب ولا الشدة ولا الطائفية، وإنما خير وعدل وسلام على الإنسانية جميعا. شكر الله الجهود، ونسأل الله أن يثيب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجميع الجهات العاملة في هذه الدولة المباركة في إنجاح هذه الفريضة، وأن لا يحرمنا وإياكم وإياهم الأجر والمثوبة لكم منا في رحاب الحرمين الشريفين من أئمته، من مؤذنيه، من علمائه، من مدرسيه، من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومنسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، ومن محبكم شخصيا الشكر والتقدير والدعاء العظيم بأن يتقبل الله منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.